زميلنا كريم احمد هيقول لنا ايه من اوتيل النادي الاهلي او مقر اقامه اللاعبين في النادي الاهلي. برحب بيك في البدايه كابتن اسلام الشاطر، وتحياتي ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. عيد سعيد على الامه الاسلاميه، جمهور النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله يكون النهارده يوم مفرح ومبهج على كل الجماهير، على النادي الاهلي. البدايه ان شاء الله مهمه والانطلاقات مهمه بالتحديد في البطوله الافريقيه. حلم يمكن غايب فترة كبيرة جدا عن فريق النادي الاهلي، لكن مع الصفقات ومع الاصرار ومع حسم الدوري اللي كان اصعب الدوريات طبعا كالعادة خلال المواسم الماضية، النادي الاهلي يمكن معنوياته مرتفعة بشكل كبير جدا في تركيز اهمية المباراة النهاردة، يمكن عشان الفريق ضعيف، فريق اطلع بره طبعا من خلال المتابعات الاخيره ومن خلال اسئلتنا للجهاز الفني فريق ضعيف، لكن في داخل الملعب مفيش حاجه اسمها فريق ضعيف، مفيش حاجه اسمها فريق قوي. في جوه المستطيل الاخضر الموضوع بيكون مختلف بشكل كبير، محتاج جهد، محتاج تركيز من الجهاز الفني ولاعبي للنادي الاهلي، وده اللي بيقوم بيه بصراحه خلال الايام الماضيه، سواء في ملعب مختار التتش، المحاضرات، الجلسات الثنائيه والمجمعه بين لاعبي النادي الاهلي، لان ان شاء الله باذن الله النهارده يوم عيد. جمهور النادي الاهلي النهارده يمكن دي الحاجه اللي بتسعد كل الناس، ان يكون جمهور النادي الاهلي متواجد بعدد كبير، 10,000 مشجع النهارده في استاد برج العرب. حيينا وزاره الداخليه ومسؤولي النادي الاهلي ايضا كمان على التواصل والتنسيق الدائم لهذا العدد. التجربه الاخيره لطبعا كاس الامم الافريقيه والتنظيم وحضور الجماهير ادت طمانينه بشكل كبير جدا ان احنا لابد يكون في كل مباراه، مباراه الدوري العام، مباراه الافريقيه، يكون في عدد كبير جدا من الجماهير، لان الجماهير هي اللي بتحيي الملعب وهي اللي بتحمس اللاعبين وهي اللي بتخلي كمان الشكل العام بالنسبه للمباراه جيد، والنتيجه كمان طبعا بتترك على ربنا سبحانه وتعالى، لكن لابد يكون في تركيز كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم. كالعاده كابتن اسلام متواجدين في فندق الاقامه لحظه بلحظه بننقل كل الكواليس من خلالك ومن خلال ملعب الاهلي. النهارده طبعا يوم عيد، اللعيبه يمكن اتغدت بدري شويه الساعه 12:30 مع الصلاه امبارح مع صلاه العيد، فيمكن كان في وقت فري شويه بالنسبه للفطار، ما كانش في تحديد لميعاد الفطار، لكن كانت في وجبه غداء الساعه 12:30 ظهرا، وايضا كمان وجبه خفيفه الساعه 4:30، ومنها مباشره الى المحاضره الفنيه الاخيره في فندق الاقامه، اللي بيحاول مستر مارتن يأكد على التركيز الكبير، عدم التهاون بالنسبه للفريق المنافس. عندهم طبعا دوافع كبيره جدا فريق النادي، يمكن يطلع بره بطل جنوب السودان، والمدير الفني موريس مايكل يمكن اتكلم قال احنا عندنا اصرار وجايين ان احنا نادي مباراه جيده. كل الامور دي طبعا النادي الاهلي متعود عليها، متعود على التصريحات، لكن يهمنا بشكل كبير جدا النهارده تكون البدايه قويه. النادي الاهلي النهارده يقدر ان هو يحرز هدف واثنين وثلاثه طبعا مع سير المباراه، ده اللي احنا ان شاء الله باذن الله بنامله بشكل كبير جدا. 26 لاعب تم اختيارهم في الاختيار الاول بالنسبه للبطوله الافريقيه، لكن اربع لاعبين اكيد عايزين نتكلم عليهم، لاعبين مهمين جدا، لكن كل واحد ليه ظرف ان هم مستبعد من المباراه. نقدر نقول وليد سليمان حتى هذه اللحظه لم يكتمل شفائه بشكل كبير، فاكيد قرار من الجهاز الطبي انه يكون خارج المباراه. صلاح محسن طبعا لوفاه والده فايضا كمان خارج المباراه. مروان محسن النهارده اكيد بنقول له مبروك يا مروان، ويمكن كمان هنناه امس على شاشه قناه النادي الاهلي بزفافه اليوم، كان المفروض يكون متواجد لكن خلاص الامر يمكن قضي بالنسبه لك. عبد الحفيظ اللي اتكلم معاه وقال له خلاص النهارده لابد يكون متواجد ويفرح، وكل جمهور النادي الاهلي اكيد سعيد بزفاف مروان النهارده، واحد من اللاعبين اللي بنتمنى لهم كل التوفيق سواء مع النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني. واخيرا شريف اكرامي اللي لسه ايضا في مرحله التاهيل. بجانب الاربع لاعبين اللي احنا اتكلمنا عليهم، كل اللعيبه معنويا بدنيا فنيا مركزه بشكل كبير، اللي هيكون متواجد النهارده بنتمنى الاختيار يكون جيد من الجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي. اي لعيبه هيكون متواجد النهارده لابد يكون في تركيز وحماس وروح كبيره جدا، شخصية النادي الاهلي النهارده تفرض في البدايه وفي اولى المباريات ان شاء الله النهارده باذن الله. كالعاده كابتن اسلام من خلالك في ملعب المباراه يكون معاك التشكيل بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي، اول الناس ان شاء الله تكون متواجده، التشكيل، الاجواء، الجمهور، ارضيه الملعب، كل الامور الخاصه باستاد برج العرب ان شاء الله تكون من خلال ملعب الاهلي. عوده ليك يا كابتن اسلام. شكرا جزيلا زميلنا كريم احمد من